سؤال يا شيخ سيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمين. ثابت؟ ثابت. طيب، آل النبي من نسائه شهرا. ثابت؟ ثابت. طيب، يعني الرسول أقسم ألا يدخل على الأهل لمدة شهر، وبدأت عائشة تعد الأيام عدا والليالي عدا كما قالت، ونزل عليه الصلاة والسلام بعد 29 وقال إن الشهر يكون 29. فقد يرد سؤال: لماذا لم يكفر النبي عن يمينه ولا يستمر في مدة اللي طول هذا الشهر؟ جائز للرجل أن يتم قسمه، يعني هل هو الأفضل أو الكفارة أفضل؟ على حسب ما يرى أحسن الله إليك. قد يكون النبي رأى المصلحة في إتمام اليمين. أحسن الله إليك.